يسعد صباحك اولا. ثانيا، من الواضح ان رئيس الوزراء الاسرائيلي المتصرف نفتالي بنت يسابق الزمن من اجل تنفيذ ايديولوجيته الظلاميه وفرض واقع يسعى لان يكون مسلما به على الارض الفلسطينيه المحتله، بحيث يصبح الحديث عن أي عملية سلام أو مفاوضات هو غير ممكن وضرب من الخيال. وهذه هي الأيديولوجية اليمينية المتطرفة التي يقود بها بنت الحكومة الإسرائيلية الحالية، سواء ما يتعلق بعمليات أسرلة وتهويد القدس ومحاولة تكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك على طريق تقسيمه مكانيا، أو ما يتعلق بعمليات تعميق الاستيطان وبناء وحدات استيطانية جديدة، بحيث يغلق الباب نهائيا أمام أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة متواصلة جغرافيا بعاصمتها القدس المحتلة. هذا هو المشروع الاستعماري العنصري الذي يسابق بنت الزمن من أجل تنفيذه. الاقتحامات وكل هذه المشاريع الاستعمارية، الحكومة الإسرائيلية تستمد قوتها من أربع عوامل أساسية في تنفيذها. العامل الأول هو استمرار الانقسام الفلسطيني البغيض. ثانيا، غياب حاضنة عربية إسلامية حقيقية لصمود المقدسيين وفي معركتهم في مواجهة التغول الإسرائيلي على القدس ومقدساتها ومواطنيها، كل شيء في القدس، الحجر والشجر والمواطنين والأبنية والمخططات، هي سيد أحمد حرب إسرائيلية مفتوحة. والعامل الثالث هو الموقف الدولي المتراخي الذي ينتصر لمبادئ حقوق الإنسان ويهتم بالصراع في أوكرانيا ولا يتجرأ لتوجيه انتقاد أو تحميل الحكومة الإسرائيلية. سيد أحمد، سيد أحمد، إذا يعني ما هي الخطوات أو الجهود التي تبذلها وتسير نحوها الخارجية الفلسطينية لكشف مخططات الاحتلال الإسرائيلي؟ المفروض أن يتم العمل على الأربع عوامل هذه التي يستظل بظلها الاحتلال. إذا لم يتم توحيد، إذا لم يتم إنهاء الانقسام وتوحيد الجهود الفلسطينية من أجل الأقصى والقدس، فكيف يمكن أن يتم دفن هذا الانقسام البغيض؟ وبالتالي هذه مسؤولية وطنية على الكل الوطني والإسلامي الفلسطيني. القضية الثانية هو مطالبة جامعة الدول العربية والعالم العربي ومنظمة التعاون الإسلامي بتفعيل القرارات بشكل حقيقي وجدي، ليس فقط اتخاذ قرارات يأكلها الغبار في الأدراج لا تغني ولا تثمن من جوع. هذا اختطاف للقدس وللمسجد الأقصى والمقدسات المسيحية والإسلامية. وبالتالي إذا لم يتحرك العالم العربي والإسلامي ويوظف ثقله السياسي والدبلوماسي وخاصة الاقتصادي، كيف يمكن أن ينتصر العرب والمسلمين للشعب الفلسطيني؟ والمحور أيضا المهم هو مطالبة المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمثالين وازدوادية المعايير، ومطالبة بالذات الإدارة الأمريكية. شكرا. لأن الإدارة الأمريكية هي القوة التي تستطيع أن تجبر دولة الاحتلال على وقف مثل هذه التغولات على المسجد الأقصى. شكرا.